هذا الخبر الاولاني اللي انت هتفتكريه. ايجابي جدا. شفتي بقى ازاي؟ دي حقيقه. رغم زي ما احنا بنقول كده ان دايما اخبارنا بتكون عن الكورونا مش كويسه، بس الخبر ده حلو لان احنا بنتكلم عن مسحه موسيماني الحمد لله طلعت سلبيه، واللي اكد الكلام ده كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي اللي اعلن تحول عينه باتشو موسيماني المدير الفني للفريق الاول من ايجابيه لسلبيه ليتعافى كده المدير الفني من فيروس كورونا اللي اصابه ده قبل عده ايام زي ما احنا كنا متابعين. واكد كمان كابتن سيد عبد الحفيظ ان المسحه الاخيره اللي خضع لها باتشو موسيماني جاءت سلبيه ليتعافى من كورونا ويصبح جاهز كمان لقياده تدريبات الفريق ومباريات الفتره المقبله. زي ما احنا عارفين طبعا الاهلي بيستعد لمباراه الاتحاد السكندري المقرر ليها ان هي تكون بكره ان شاء الله باستاد الاهلي في السلام ببطوله الدوري هنا الممتاز، هيكون الساعه 7:30 تحديدا. طيب استكمالا لنفس الخبر الحلو، باتشو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم عقد اجتماع من خلال الفيديو كونفرنس مع لاعبي الفريق قبل مران الامس، وكان حريص جدا على ان هو يتواصل مع كل اللاعبين ويتكلم معاهم بشان مجموعه من الامور الفنيه. موسيماني اجتمع باللاعبين قبل المحاضره الفنيه للاطمئنان على حالتهم الفنيه والبدنيه والصحيه بشكل عام، وطبعا الحديث عن سلبيات وايجابيات المرحله الماضيه. كل تمنياتنا طبعا بالتوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره ان شاء الله امام الاتحاد السكندري. خبر كمان ايجابي، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي اكد كمان تعافي الثلاثي وليد سليمان حسين الشحات ومروان محسن لاعبي الفريق الاول لكره القدم هنا من الاصابه اللي منعتهم من المشاركه في المباريات مع الفريق خلال الفتره الماضيه زي ما تابعنا. واوضح مدير الكره ان الثلاثي بات سليما وجاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعدما تخلصوا من اصابتهم وانتهاء برنامجهم التاهيل، وبالفعل كمان شارك الثلاثي في المران الجماعي للفريق اللي كان امس في ملعب التتش بالجزيره.